اهلا وسهلا استاذ جيم. تمام نورتوا. خلاص اتفضل. شو بتحبوا تشربوا؟ انا مثل العادة. اوكي طالع عبالك تسأليني شي سؤال، بيطلع لك تسألي سؤال واحد وشخصي. طيب انت عايش مع اهلك؟ لا عايش لوحدي. هلا انا مفروض تصدق انك عايش لحالك؟ نو ايه، اذا انا قلت لك هيك يعني لازم تصدق. وكرمال مصداقيتي هيدا مفتاح بيتي، فيك تاخديه ساعة اللي بدك تطلعي تفتح الباب وتفوتي لجوا بتتأكدي إذا أنا عايش لحالي ولا معي حدا. هيني تشيرز. معزبك بس فينا نشيل هو. ميرسي. عندي سؤال لإليك بس مش شخصي هالمرة. تفضل. شو عم تعملي معي هلا؟ تعجبني؟ هذا سؤال ولا جواب؟ لا هذا جواب. لا إذا جواب هذا اعتراف خطير. سوري أنا بدي أستأذن شوي. لوين؟ مش قلنا ممنوع الأسئلة الشخصية؟ بمزح معك بس شغل. الو بونسوار مستر فريد. بونسوار. سوري عم بحكيكي بهالوقت بس كنت بدي اطمن اذا الشغل منيح وكل شيء تمام. ما تعت الهم، كل شيء ماشي تمام. مهم انت كيف صرت احسن؟ صار لك اكثر من يومين ما جيت على الشركه. منيح منيح، في شويه مشاكل شخصيه وراح تنحل ان شاء الله. ان شاء الله خير. يلا باي. اعطيتني رقم التاكسي قبل ما تروح. سوري عن جد بس هيدا شريكي ميشيل عم يدق لي في سياره مستوردينها وصار عليها شويه مشاكل فاضطريت رد. ولا يهمك، المهم تكون حلت. انا معي كل شيء بيلتقي له حل حتى انت. والله المفروض يكون الحل عندك.
مش المفروض، على الأكيد. حلوة الثقة بالنفس. بكل الأحوال لما طلعت أنت أنا كمان إجاني تليفون شغل وصار لازم أمشي. طيب طمنيني بس توصلي. خليني أحاسب ونمشي. صور.